وأهلا بيكم مرة أخرى في باشا كوك شو. ووصفتنا اليوم الفيلي ستيك تشيز من فيلادلفيا. مين اخترع الوصفة؟ أصل الوصفة من بياع هوت دوغ. في يوم خلص عنده الهوت دوغ وقرر يبيع سندوتشات لحم، فقطع الستيك شرايح مع بصل وفلفل أخضر وجربوه الزباين وعجبهم، وبطل من الهوت دوغ وصار يبيع سندوتشات ستيك. الآن صار أقدم محل فيلي ستيك تشيز في العالم، وأحاول أقدم لكم نسخة قريبة منها. يلا بدأنا. نجيب بصلة ونقشرها، نحاول نجيب البصل الأبيض إنه حيساعدنا يدينا الطعم الحلو. نقطع الكمية كاملة، ما حنضيف البصل ده للستيك، حنطبخه لحاله ونضيفه للساندويتش في الأخير، ونطلع فاصل. ما علينا، نجيب طاوة ونحميها ونحط عليها زيت زيتون ونضيف عليها شرائح البصل. ودائما البصل المشوي يحتاج نار هادية ويقعد يتشوح لين يدبل، وطبعا شوية موسيقى. نسأل ليش البصل المشوي يجيك حلو؟ طبعا من البصل الأبيض، ونضيف عليه شوية سكر، وللطعم نضيف شوية ملح، ونديه آخر تشويحتين ونحطه في زبدية ونخليه على جنب لين نعمل الساندويتش. ونرجع لموضوع الستيك، لازم يكون محطوط في الفريزر لمدة 30 دقيقة على الأقل عشان نضمن يكون جامد ويتقطع لشرايح نحيفة. ونوع اللحم اللي بستخدمه هو ريب آي، ويتميز طبعا بليونة اللحم. ونحط ملعقتين كبيرة زيت زيتون على الطاوة، ولازم لما تحط الستيك تسمع، ونبدأ نشوحها على النار متوسطة لين تغمق وتطلع مويتها، ونضيف عليها الملح والفلفل الأسود. بعدين نحط المشروم والفلفل الأخضر ونشويحها لمدة 3 دقائق. هما نوعين جبنة هستخدمهم في الوصفة دي، الموزاريلا والإيدم تشيز. حبدأ بالموزاريلا، أضيفها لين تسيح على اللحمة، بعدين أخذ الإيدم تشيز وأضيف الشرائح، وأرجع أغطي الطاولة لمدة 5 دقائق. نبدأ بالبصل المشوي، ومداكم تحطوا الصوص المفضل ليكم، بس أنا أفضلها الآن بدون صوص. وطبعا عشان نوصل للدرجة هذه من السيحان للجبنة، لازم نغطيها 5 دقائق زي ما قلت لكم على نار هادية. طبعا نستنى الآن عشان نفتحها ونشوف كيف شكلها من جوا، ونشوف وصلنا جودة هامبات أو لا. يا سلام يا سلام، إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. لا تنسوا اللايك والكومنت والسبسكرايب.